ريتا ماتوس البالغة من العمر 23 عاماً، عاملة نظافة برازيلية، بدأت عملها في مارس الماضي، واعتادت الاستيقاظ في الرابعة صباحاً لتعمل في وردية مدتها 12 ساعة يومياً في تنظيف شوارع وشواطئ ريو دي جانيرو وتسليك المجاري في منطقة في شمال شاطئ المدينة. وبينما هي كذلك كانت تلتقط لنفسها بعض الصور وهي بالزي البرتقالي، الزي الرسمي لعمال النظافة. وبرغم أن هذا الزي مخصص للعمل وليس لعرض الأزياء، إلا أن جمالها كان ملفتاً للنظر في هذا الزي. لم يمض الكثير من الوقت حتى انتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على إعجاب الكثيرين، وحصدت أكثر من 50,000 إعجاب خلال أيام قليلة، بينما أصبح يتابعها على إنستغرام 165,000 متابع. وأشعلت صور عاملة النظافة الفاتنة التي تعلو وجهها الابتسامة دائماً مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث الصحف بسبب جمالها، ولقبتها وسائل الإعلام باسم ملكة جمال عاملات النظافة، وأصبح متابعوها بالآلاف خلال أيام قليلة، وانهالت عليها طلبات الزواج والمواعدة والرسائل الغرامية، كما تلقت العديد من العروض للعمل في الإعلانات، ولكنها لم تحسم أمرها حتى الآن. ريتا التي تشعر بسعادة كبيرة للنجومية التي حققتها، قالت إنها سعيدة بعملها وكذلك بالآلاف الذين يشجعونها على مواقع التواصل والذين يتداولون صورها وهي تنظف شوارع ريو دي جانيرو، وأضافت الكناسة الفاتنة كما أطلقت عليها وسائل الإعلام لصحيفة ميرور البريطانية أن الناس في الشارع يندهشون عندما يروا فتاة جميلة تعمل كعاملة نظافة ويعرضون عليها وظائف أسهل من إزالة القمامة والأعشاب من الشوارع، وتساءلت لماذا يجب أن تكون عاملة نظافة قبيحة؟ إنني فخورة بعملي، وبصرف النظر عن كونه عملاً شاقاً للغاية فإن يومي مليء بالمرح. الكناسة الفاتنة راتبها 400 دولار شهرياً، وتقول أنها اعتادت على سماع عبارات الإطراء من الرجال، لكنها لم تتخيل أبداً أن يجلب لها هذا العمل الشهرة، وأكدت أن عملها هذا هو ما حافظ على جمالها ومنحها جسداً متناسقاً، إلى جانب ذهابها إلى الجيم يومياً والعناية ببشرتها وإكسابها اللون البرونزي بالذهاب للشاطئ والاستجمام تحت أشعة الشمس. ومن الجدير بالذكر أن ريتا قد سبق وأن فازت بمسابقة للجمال في 2011. قالت ريتا أنها في البداية تفاجأت واعتقدت أن الأمر مجرد مزحة ليس لها أي طعم، لكون الناس كانوا ينتقدونها على عملها رغم جمالها، لكن لاحقاً أدركت أن تعليقاتهم كانت إيجابية وتشيد بجمالها ورشاقتها. وقد فوجئت بالآلاف من طلبات الصداقة عبر مواقع التواصل، وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية تقول ماتوس إنها ستستغل ما حصلت عليه من شهرة في تحقيق حلمها بالعمل كموديل في مجال الأزياء. وقد عينت ريتا وكيل أعمال ليدير أعمالها، وبدأت العمل في مجال الأزياء والموضة من خلال الظهور على أغلفة بعض المجلات الخاصة بالموضة ولباس الشاطئ.